مثلا عندي اذا اخذت الان ال 6 بلس ريكتيفاير اللي كنا نطلع عليها اوت كنترول راح نحولها لكنترول راح احط الان 6 اس سي ارز هاي اثنين وهاي اثنين وهاي اثنين وهدول راح ارقمهم راح نشوف سبب الترقيم راح نشوفهم وبعدين ليش سبب الترقيم راح ارقمهم بالشكل التالي راح ارقمهم 1 2 3 4 5 6 راح نحط هون الفيز الاول R الفيز الثاني S والفيز الثالث T من وين راح يطلع لنا الدي سي؟ راح يطلع عند الدي سي هذا V output of T plus minus اذا راح يدخل عندي 3 فيزز راح يطلع عندي لو كان هذا uncontrolled شو بكون الاوتبوت؟ ايش بشوف الاوتبوت هون؟ ايش هذا كم بلس؟ 6 بلس لازم يطلع عندي كل 360 درجه كم بلس؟ 360 خلينا نشوف هلا هون راح يطلع معي خلينا نحاول ارسمها بشكل مرتب 1 2 3 1 2 3 هي الار 1 2 3 1 2 3 هي الار وبعدين 1 2 3 1 هاي والار لاحظوا انه الار عملناها هي الزيرو عملناها ريفرنس للزيرو ناخذ الاس 1 2 3 4 1 2 3 هاي عندي اس 1 2 3 وهاي راح اسميها ار بار ار بار اللي هي النيجاتيف تبعت ار اصلا استعملنا التعبير هذا نسميها اس وعندي 1 2 3 وهي راح اسميها اس بار وهي راح اسميها اس بار بعدين ناخذ تي تي بدها تكون متاخره عن اس بقديش؟ عن اس 120 عن ار 240 1 2 3 4 1 2 3 وهون عندي كل مربع 30 درجه ناخذ تي هاي وهذه راح تصير عندي هون تي بار 1 2 3 1 2 3 هاي بتطلع مهمة هاي 30 درجة هلا رح نشوف ليش مهمة هاي النقطة وهاي رح اسميها تي بار اس ار بار تي اس بار هلا خلينا نشوف بالسيكونس تبع الفارق لو فرضنا انه اول واحد هو ار مين رح نعمل له فارق بعده؟ تي بار هدول ستة في ثلاثة منهم مسؤولين عن بوزيتيف ثلاثة مسؤولين عن نيجاتيف إذا رح أعمل فارق لآر بعدين راح اعمل فايرنج ل تي بار، بعدين راح اعمل فايرنج ل اس، بعدين ار بار، بعدين تي، بعدين اس بار، بعدين ايش المفروض برجع معي بعد هيك؟ 1 2 3 برجع معي هون، بعدين 1 2 3 برجع معي بعدين هون تي بار، اذا ار تي بار اس ار بار تي اس بار ار ورديت بديت من جديد هلا ار من جديد، خلينا نرقمهم راح انزل هون هذه احطها 1 هاي راح احطها 2 هاي راح احطها 3 هاي راح احطها 4 5 6 بعدين راح ارد ابدا 1 2 وهاي هون طبعا حتكون 6 اذا 1 مين؟ ار وين ار؟ 2 تي بار وين تي بار؟ النيجاتيف تبع تي الثلاثة 6 اس اس اللي هو البوزيتيف تبع الاس 4 ار بار بعده 5 تي و6 اللي هي اس بار اوكي اذا هذا هو السيكونس راح نعملهم فارق راح يجي بلسز راح الاقي اجت عدد من البلسز ولاحظوا البلسز وين راح احطها؟ وين من الاس سي ار راح احط البلس هاي؟ كيف راح اشغل الثيرستر او الاس سي ار؟ اه بس يعني شو اللي بدي اعمله بالاس سي ار حتى يشتغل؟ وين راح احط البلس هاي؟ الجيت بين الجيت وايش؟ بين الجيت والكاثود تمام اذا هذه راح تيجي عندي هون هي اول بلس في بلس راح تيجي هون او اذا بدنا نحطها حطها هيك
وهاي راح تيجي عندي هون، وهاي هون، وهاي هون، وهاي هون. إذا هدول البلسز راح أشغل والسيكونس تبعهم الترتيب تبعهم راح يكون 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 وهكذا راح تيجي عندي البلسز بس. إذا هذا السيكونس عندي مهم 1 2 3 4 5 6 والسيكونس هذا جبناه من هدول اللي هون. هلا خلينا نيجي نطلع. نعم تفضل. إذا هون راح نيجي نطلع نشوف إنه عندي ما بقدر أعمل فارق قبل النقطة هاي. ليش؟ ليش ما بقدر أعمل فارق؟ بقدرش أعطي يعني هذه هي the earliest النقطة هاي اللي هي 30 بالنسبة لأربار. ليش؟ نعم؟ يعني بدي إيش أوضح؟ ليش أنا ما بقدر أعمل يعني آر هذا بقدرش أعمل له فارق، ما بقدر أقول له اشتغل قبل النقطة هاي اللي هي 30. تمام. تي مين هو؟ مين الموست بوزيتيف قبل النقطة هاي؟ تي. إذا ما بقدر أنا أشغل آر قبل النقطة هاي اللي هي 30، لأنه عند النقطة هاي هي النقطة اللي بتحول الموست بوزيتيف، بدل ما كان تي هو الموست بوزيتيف صار آر هو الموست بوزيتيف. مش إحنا قلنا خلال الفترة هاي آر هو الموست بوزيتيف؟ إذا ما بقدر أنا أشغله قبل 30 بالنسبة لمين 30؟ 30 بالنسبة ل بالنسبة للزيرو كروسنج تبعها. إذا مينيمم أو سمولست possible firing angle is 30 degrees with respect to WRT اختصار لإيش؟ with respect to mean zero crossing أو the zero crossing of R. تمام. واضح. هاي نقطة مهمة جدا. إذا ب 6 pulse controlled rectifier 6 pulse controlled rectifier في minimum angle ما بقدر ارجع عنها، ما بقدر ارجع لزيرو، لان لو طلبت من ار يشتغل هون هو مش الموست بوزيتيف. فار ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي انا ما بقدر اشتغل، انا مش الموست بوزيتيف. الموست بوزيتيف باللحظه هاي هو تي. انا ما بقدر ابدا اشتغل اعمل كوندكشن الا من النقطه هاي وطالع. ماشي واضحه هاي النقطه؟ بس هاي النقطه بالنسبه لار ماينس اس، تتذكر وين كانت ار ماينس اس وار ماينس تي بالنسبه لار؟ الزيرو كروسنج. تذكر الدايجرام هذا اللي رسمناه الفيزر دايجرام، حطينا هون ار، حطينا هون اس، كان ليدنج بقديش متذكر؟ كان هون طلع معنا لما رسمنا ار ماينس اس كان 30 درجه ليدنج. اذا ار ماينس اس وين راح يكون الزيرو كروسنج تبعه؟ هون ليدنج يعني قصدي هذا راح يكون ار ماينس اس، وهاي هون قديش؟ 30 درجه. اذا هاي كلها قديش؟ 60 درجة. إذا 30 degrees with respect to zero crossing of R أو or 60 degrees with respect to zero crossing of mean R minus S. أوكي هاي نقطة مهمة. هذا minimum firing angle ما بقدر أعمل firing لل 6 pulse rectifier قبل النقطة هاي. هاي النقطة هي 30 درجة بالنسبة للزيرو كروسنج تبع R و 60 درجة بالنسبة للزيرو كروسنج تبعت R minus S. إذا هاي نقطة مهمة جدا لأنه هاي بتحدد لي الفارق أنجل إمتى بقدر أعمل فارق. هلا لاحظوا هون إحنا لما كنا نشتغل هلا في شغلة ثانية لازم نتذكرها. الفولتج اللي أنا بحطه هون R إيش سميناه هذا؟ R بالنسبة للنيوترال أو ستار بوينت شو سميناه هذا الفولتج؟ يعني لو رسمنا هون خليني أرسم هون الـ 3 سورس أو 3 فيز سبلاي، هي R هي S هي T. مش هيك أو خليني أرسمه تحت هون عشان يكون أوضح. هذا الـ R والـ S والـ T هم جايين من 3 phase source. 3 phase source. هذا R، هذا S، هذا T. هاي نعم. هذا phase تمام. إذا هذا هو الـ phase voltage. الـ line voltage إيش هو؟ R minus S تمام مش هيك؟ إذا R إيش العلاقة بين V R N إذا بدك تسمي هاي النقطة N أو C؟ و V R S من ناحية magnitude جذر الثلاثة. إذا V R S بيساوي جذر الثلاثة في V R N. طب اللي راح يطلع معي راح يكون بين مين ومين؟ بين R و N ولا R و S و R و T؟ هذا هون الفولتج اللي بيطلع هون. يعني مثلا لو اشتغل R واشتغل واحد واثنين مثلا اشتغلوا راح يطلع معي البوزيتيف هون ايش راح يكون؟ R والنيجيتيف هون ايش راح يكون؟ T. إذا الأوتبوت ايش راح يطلع؟ R minus T. أو لو كان بيشتغل 3 و4 ايش راح يطلع عندي هون؟ راح يكون اس مش هيك وهون ماينس ار، اذا راح يكون هذا في ار او في اس ماينس ار مش هيك؟ اذا القاعده بتقول انه راح يطلع هون ما راح يكون الفيز فولتج، شو راح يطلع عندي هون؟ لاين فولتج.
اللي بدخل عندي هون فيز فولتج فيز فولتج فيز فولتج بس اللي بيطلع بين هون وهون ايش اللي بقول لاين فولتج هاي نقطه مهمه اللي راح يجيها بعدين اذا هذا البيك تبعه من هون راح يكون هو في ار ان مضبوط او في ماكس لمين هاي نقطه راح تكون في ماكس لمين للار اذا هاي في ماكس للفيز فولتج بس اللي راح يطلع معي اوتبوت لبرا من هون مين راح يكون اللاين فولتج اللي راح يكون في ماكس مضروب في ايش إذا هاي مثلاً VRS لو كان عندي VRS أو VRT هذا هون البيك راح يكون جذر الثلاثة في VMAX للفيز VMAX للفيز يعني اللي هو هاي من هون لهون اللي هو VR ماشي هاي نقطة مهمة إذا راح يطلع معي برا راح يكون جذر الثلاثة في VMAX للفيز لكن اللي أنا هون برسم عمالي VR طبعا هذا هون البيك تبعه راح يكون سابق هذا ب 30 درجه لانه هذا سابقه ب 30 درجه مزبوط اذا البيك اللي راح يطلع معي هون راح يكون 30 درجه وهذا هون قيمته راح تكون جذر الثلاثه في ماكس